مرحبا بكم من جديد، وللمزيد ينضم إلينا من داخل مطار شرم الشيخ الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز للحديث عن استعدادات استقبال ضيوف مصر للمشاركة في قمة المناخ. إليك عوض. نعم محمد، منذ قليل كنا نتفحص مع السادة العاملون هنا في مطار شرم الشيخ صورة مبهرة تحمل معاني عديدة للغاية، وربما تعكس لأي مدى هناك اهتمام عالمي خلال هذه اللحظات وعلى مدار هذه الأيام بمدينة شرم الشيخ وبمصر عموما التي باتت خبرا رئيسيا في كل المواجيز الإخبارية عبر شاشات التلفزيون في كل أنحاء العالم وكل الصحف ووكالات الأنباء والإذاعات. هذه الصورة التقطت عبر الأقمار الصناعية وفيها ازدحام شديد لحركة الطيران في التي تأتي من كل أنحاء العالم هنا إلى مطار شرم الشيخ. هذه رحلة الآن يبدو أنها وصلت منذ قليل وبها عدد من الضيوف الذين وصلوا إلى مطار شرم الشيخ، وهناك عدد كبير من الطائرات. شرم الشيخ وتحديدا هذا المطار محمد مزدحم بشكل شديد للغاية من طائرات تأتت من كل أنحاء العالم، وعدد كبير من القيادات العالمية والرؤساء والزعماء وقادة العالم وصلوا. كان آخر الذين وصلوا إلى مطار شرم الشيخ هو الرئيس الجزائري، وصل تقريبا منذ نصف ساعة إلى مطار شرم الشيخ. سبقه أيضا عدد كبير من القيادات المهمة للغاية، الرئيس الإماراتي والملك البحريني ووزير خارجية السعودية، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس منظمة الفاو الذي وصل أيضا منذ دقائق الآن هنا إلى مطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى شخصيات كثيرة للغاية بعدها ظهر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والآخر في الطريق. لكن ربما الشخصية الدولية الأبرز التي ستصل الليلة إلى مطار شرم الشيخ هو رئيس وزراء بريطانيا، وسيصل بتوقيت القاهرة هنا عند الساعة 10:30 إلى 5 دقائق. سنحاول أن يكون هناك صورة مباشرة على إكسترا نيوز لوصول رئيس الوزراء البريطاني في أول حضور وظهور دولي له خارج المملكة المتحدة البريطانية، حيث ستصل هذه الطائرة عند في هذا التوقيت ورافقه فيها وزير الخارجية. السيد أحمد أبو الغيط أيضا وصل منذ قليل أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد كبير من الوفود لا يتوقف العمل هنا على مدار الساعة هنا في مطار الشيخ. حسن الاستقبال يتم منذ لحظة وصول الطائرات. سماء شرم الشيخ مزدحمة للغاية بعدد كبير من الطائرات التي تأتي من كل عواصم العالم. هذا عن مطار شرم الشيخ. أما عن خارج المطار فهناك عدد كبير من الفعاليات، ربما آخرها ما قام بتدشينه اليوم السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حينما دشن المنطقة الخضراء التي أقيمت على مساحة كبيرة للغاية، نتحدث عن نحو 11,000 متر مربع، وفيها يتم يعني طرح عدد كبير من الأفكار سواء من الوفود التي جاءت لتتفاعل وتشارك في هذا الحدث أو أفكار مصرية يتبناها وعمل عليها عدد كبير من الشباب. وهناك في هذه المساحة الخضراء إذا ما قام أحد بزيارتها والتجول فيها سيرى صور متعددة ومختلفة وحلول عملية على أرض الواقع للأزمات التي يعاني منها العالم الآن جراء ارتفاع درجات الحرارة. إذن أشكرك شكرا جزيلا زميلي عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا مباشرة من داخل مطار شرم الشيخ.